أيها الإخوة، إن الحوار هو الحل السليم، وعلى العقلاء أن يؤوبوا إليه ويرجعوا إليه. أيها الإخوة، لقد أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بطاعة ولي الأمر في قوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر المؤمنين بالتمسك بطاعة ولي الأمر، فهذا ولي أمرنا يأمرنا بالعودة إلى الحوار، يأمر هذه الأمة بالعودة إلى الحوار، فإن كانوا مؤمنين فما بقى إلا التسليم والامتثال. ثانيا، أيها الإخوة، أيها الجماهير، إننا نرفض الفساد ونرفض التخريب. إن الفساد مذموم على كل وجه، ولهذا نرى أن الله سبحانه وتعالى توعد المفسدين بالجزاء العاجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفى من الأرض. وجعل الفساد قرين إزهاق الأرواح والأنفس، فقال: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. فالإسلام يحرم الفساد، فلا للفساد، لا للعبث، لا للإجرام، لا للطغيان. أيها الإخوة، إن هناك تآمر على وطننا، إن هناك تآمر على وطننا من الداخل والخارج، ولا يجوز لك أخي المسلم أن تصغي إليهم أو تستمع إليهم، فإنهم أعداء هذه الأمة، لا يعطون وطننا ولاءه ولا يعطون أمتنا ولاءهم، ولا يمكن أن يؤوبوا إلى اليمن إلا من خلال مصالحهم، فشأنهم شأن الطفيليات التي تعيش في الجسم، تأكل غذاءه على حساب نمائه وتمتص دمه على حساب حياته. فلا يجوز لمسلم أن يصدقهم أو يلتفت إليهم أو يرضخ إليهم مطلقا. أيها الإخوة، إن الوطن وطننا جميعا، والوطن يشمل الأرض والإنسان، ويشمل النظام ويشمل المكاسب. فكل من حاول الإفساد في أرضنا أو في مجتمعنا أو تخريب وحدتنا أو تشويه سمعتنا أو الإخلال في نظامنا أو التخريب في مكاسبنا فإنه عدو لنا، لا يمكن أن نرتضيه أبدا. أيها الإخوة، إن الديمقراطية من منهجها التداول السلمي، وقد ذكر قائدنا وزعيمنا حفظه الله مرات ومرات، وهو يقول: تعالوا عن طريق صناديق الاقتراع، خذوا ما أخذتم، لكن بطريق هذا التعسف وهذا الإجرام وهذا الفساد، فإن ذلك لا بالشريعة أخذوا ولا بالديمقراطية تمسكوا، وإنما هي عنفوان جاهلي ليس من الإسلام في شيء. إننا نؤكد أيها الإخوة على التداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع، ولكن القوم أيها الإخوة لقد أعطت قيادتنا تنازلات وتنازلات، لقد أدعى إلى الحوار. وأعطوني أي قائد في الوطن العربي أو في غيره قد دعا إلى الحوار غير قائدنا حفظه الله؟ أي قائد دعا إلى الحوار؟